بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، إن شاء الله اليوم نتناول محاضرتنا تكملة المحاضرات السابقة، وهي المحاضرة اللي رقم 9 أعتقد، Digital to Analog Conversion. إحنا أخذنا المحاضرة السابقة Analog to Digital، وأخذنا كل التكنيكس الخاصة به رياضيا، أيضا أخذنا أمثلة رياضية على اليوم راح ناخذ الديجيتال تو انالوج كونفرتر، يعني هذا ناخذ بالعكس. طبعا هاي المحاضره ما راح اخذها كامله اليوم، راح اخذ فقط جزء بسيط من عدها، وكذلك المحاضره القادمه ما راح نطول عليكم بالمحاضره حسب كلامكم، الماده صارت مطوله، فان شاء الله راح ما انطي محاضره كامله مطوله، انا اخذ موضوع بسيط ان شاء الله. فالمحاور راح نتناولها بالليكتشر 9 اللي هي Introduction to Digital to Analog Converter و Types of Digital Analog Converter Circuit. طبعا اعتقد بين المحورين اللي راح نتناولها بعدين تفاصيل ناخذ المحاضرة القادمة. مقدمة بسيطة و Introduction to Digital Analog Converter. A Digital to Analog Converters converts, ركزوا، converts a digital signal or value to analog voltage or current output. يعني الوظيفة من هذا الـ DAC هو تحويل الـ digital قيمة الرقمية اللي هي 0-1 إلى قيمة voltage أو electrical signal أو تيار كهربائي. هاي الوظيفة من عنده أو نسميها voltage. فهنا طلابنا عندنا لو ما تشوفون هذا المثال، عندنا 100101 دي اي سي بروسيس. راح يسوي دخل على الدي اي سي بروسيس الازرق، شوف الظهر عندي هذا حولته الى انالوج. هذا مثل ما تشوفون الشكل امامكم اللي هو هذا على شكل ساين، اوكي هذا صار عندي انالوج، يعني رقمي حولته لانالوج. هذا عنوان محاضرتنا يعني بهذا الشكل ان شاء الله. نعم، فظهرت عندي الانالوج سيجنال، ننتقل الى types of digital analog converter. There are two types of digital analog converter and usually used switch resistors and op amp to implement conversion. Two types are binary weight resistor و R2R leader. طلاب اليوم انا راح اتطرق فقط اخذ النوع الاول اللي هو الباينري ويتد ريزيستر. هذا شنو وظيفته؟ وظيفته يحول السيجنال من ديجيتال الى انالوج فقط، هاي وظيفة. عدت نوعين، راح اخذ النوع الاول اليوم ان شاء الله، المحاضرة القادمة ناخذ النوع الثاني. فطلاب اغلب التولز اللي نستخدمها بالتحويل من ديجيتال الى انالوج هي اما يكون سويتش اما يكون ريزيستر او اوبام، بغض النظر ما عندنا يعني اغلب المستخدمين تولز. فناخذ اول نوع هو الباينري ويتد ريزيستر ديجيتال تو انالوج كونفرتر. شو يعتبر هذا؟ وان ميثود اوف ديجيتال تو انالوج كونفرشن يوز ريزيستر نتورك. طبعا هذا النوع من الباينري ويتد او بي دبليو ار مختصر مالته، هذا يستخدم شبكه من المقاومات او المقاومه، اكثر من مقاومه يستخدم، مع كل قيمة with resistance value that represent binary weight of the input bits of the digital code. طبعا هنا راح يقول لك كل مقاومة، بدي احكي بشكل اوضح، يعني كل مقاومة او كل resistor راح طلابنا لها value معين او لها قيمة معينة. اوكي figure 2 اللي راح نشوفه ان شاء الله راح يكون عندي 4-bit digital to analog converter of this type. Then each of the input resistor will either have current or have no current. طبعا هنا راح نشوف كل مقاومة اما بها تيار او ما بها تيار، وهذا الشيء depending on the input voltage level. هذا النوع راح يعتمد، يعني المقاومة بها تيار او ما بها تيار راح يعتمد على من؟ راح يعتمد على ال الانبوت فولتج، يعني حسب الانبوت اللي عندي فولتج، هل اكو او ماكو.
if the input voltage is zero, إذا عندي ال input voltage أو ماكو volt zero يساوي لي أكيد راح يكون ال current also zero. واضح لو لا؟ وإذا كان ال input non zero or أكيد راح يكون التيار high or not zero. أوكي؟ لذلك في قيمة المقاومة هل يمر بها التيار أو ما يمر؟ فهاي راح نحددها حسب إذا تذكرون قانون أومز إنه يعتمد على ال voltage input. فإذا كان هناك فولتج موجود عندي فراح يمر تيار، وإذا ما كان فما راح يمر عندي تيار. خلينا نجي نشوف الفيجر هذا مثل ما تشوفونه أمامكم. طلع بردكم تفهمونها جدا بسيطة، تشوفون ها سوايلة شغل كلش بسيط. هاي الشغلات رياضية حتى سهلة عليكم وما تحتاج حفظ، مجرد أنه تفهم النتورك شلون تحلها وتحسب الفولت أوت أو التيار حسب ما يطلب من عندك من السؤال. مثل ما تشوفون امامكم هاي النتورك بيها 4 انبوت. فور انبوت دي اي سي وذ باينري ويت انبوت. زين هنا عندي باينري اما 0 او 1 فسميناها 2 اس 0 2 اس 1 2 تو باور 2 2 باور 3 الى اخره. فهنا اذا اريد احسب التيار لكل من ذن المقاومه اعطيك الفاليو مال كل مقاومه 8R 4R 2R R for example this تيار sub 0 I sub 0 معناه التيار يمر بالمقاومه الاولى، I sub 1 معناه التيار يمر بالمقاومه الثانيه، وال 2 معناه التيار يمر بهاي المقاومه وهكذا. فحسب قانون اومز ذا نحسب التيار هو الفولت تقسيم المقاومة V over 8R، هنا V over 4R وهكذا. فبما انه حسبت التيار اللي يمر بكل مقاومة الدنيا راح يمر عندي اوب ام مثل ما تشوفون طلاب هنا نيجاتيف، وهنا عندي راح يكون فيرتشوال جراوند هنا عندي، فتذكرون موضوع الاوب ام. فهنا عندي ماينس اوكي، فاكيد راح تكون الفي اوت بالماينس. فهنا ال RF ايش نقصد بها ال RF؟ هنا هاي RF فيدباك، ال F نقصد بها فيدباك. فال V out هي ال IF، يعني شنو نقصد بال IF؟ يعني التيار الفيدباك في ال RF المقاومة الفيدباكية نسميها مقاومة نحصل على ال V out. واضح؟ فخلنا نجي نحل نشوف لنا سؤال أفضل نحل هذا الشيء إن شاء الله. راح ناخذ مسألة رياضية نفتهم هذا أكثر. هسه الكلامي يعني مو شرط انه تفتهمه 100%، مجرد تعرف فيه شيء بسيط عنه، بس في التطبيق العملي لغة الارقام راح تفهم اكثر. فهنا يقول the value of the input resistor are chosen to be inversible هنا inversible proportional to the binary weight of the corresponding input or bit. هنا راح تكون قيم المقاومة اللي راح نختارها تكون علاقة عكسية، يعني مو طردية وإنما عكسية مع من؟ مع الباينري ويت. هاي واحد. اثنين the lost value resistor R correspond to the high binary weight input 2 power 3. هنا بنقول 2 power 3 معناها شنو نقصد بها؟ معناها عندي أني راح تكون عندي أربع مقاومات. ليش راح يكون عندي هنا أربع ريزيستر أو 3 ريزيسترز؟ أوكي شلون؟ اثنين ذات يعني معناها مالتيبل اوف ار، من يقول اثنين اس ثلاثة معناها اكثر من ريزستر عندي، يعني اكثر من ريزستر فور اكزامبل 2R 4RR 8R لان 2 باور 3 اند كورسبوند تو باينري ويت هاي 2 0 1 2 وهكذا ريسبكتفلي. زين ذا انبوت كرنت ار اولسو بروبوشنال تو ذا باينري ويت، هنا كذلك التيار راح تكون هو علاقه الى الباينري Wait. The output voltage is proportional to the sum of the binary weight because the sum of the input current is through R sub F. R feedback. نفس الحالة ال voltage والتيار M راح يكون هو اكو proportional بالنسبة للقيم. هسا اعتبر نفسك انت ما اخذت معلومة كاملة من خلال هذا السلايد، فراح تاخذ معلومة اكثر من خلال المثال اللي راح ناخذه. نجي الادفانتج والديسادفانتج بالنسبة للميثود او الطريقة اللي استخدمناها لنحول الديجيتال تو انالوج كونفرتر هي الباينري ويت ريزيستر.
هنا ادفانتج راح ناخذ ادفانتج مالتها انه سمبل كونستراكشن. شنو سمبل كونستراكشن؟ سهلة التركيب. ايضا فاست كونفرجن، سرعه او سرعه بالتحويل. الديس ادفانتج مالتها هو ذير ار نمبر اوف ديفرنت ريزيستر فاليو، يعني معناها عندي اكثر من مقاومه، كل مقاومه لها قيمه معينه تعتبر ديس ادفانتج. كذلك ذا فولتج ليفل ماست بي اكزاكتلي ذا سيم اوف فور اول انبوت، يعني هنا معناها الفولتج ليفل يجب ان يكون بالضبط نفسه لكل الانبوت. كذلك عندك راح يكون ليميتد تو 8 بت، لارج نمبر اوف ذا ريزيستر سسبستبل تو نويز، اكسبنسيف اند جريتر ايرور. هنا طبعا هذا النوع اللي هو الباينر ويت ريزيستر ديجيتال تو انالوج كونفرتر راح يكون هو محدد فقط بال 8 بت، يعني ما نقدر ناخذ اي اكثر، اذا اخذنا اكثر راح يكون عرضه للنويز او ربما يكون اغلى من ناحيه الكوست ويولد لي ايرور اكثر. ناخذ هذا الاكزامبل. اكزامبل ديترماين ذا اوتبوت اوف ذا دي اي سي ان فيجر اي، هذا الفيجر اي يقول لك حدد الاوتبوت مال هذا الفيجر، هذا مثل ما تشوفونه. اف ذا ويف فورم ريبريزنت سيكونس اوف 4 بت نمبر ان فيجر بي، هذا الفيجر بي هو راح يكون انبوت، هذا عندي فولتج اوكي راح ندخله كانبوت على هاي على الفيجر اي. الدائره الرئيسيه السيركت اللي عندي الرئيسيه هي فيجر اي، راح ادخل عليها انبوت والفيجر بي. ار ابلايد تو ذا انبوت، هنا انبوت 0 هو يعتبر ليس سيجنيفيكانت بت مثل ما تشوفون امامكم. احنا نعتمد على السيركت اي، راح يجيك انبوت، الانبوت معطيك القيم هو معطيك اياها بي. هنا راح يكون اول مقاومه نمدينا دي 0 دي 1 دي 2 دي 3. شوف لو تلاحظ هنا قيم المقاومات مختلفة، واضح لو لا؟ وهذا عندي اوب ام، عندي مقاومة ار سب اف معناها فيدباك ريزيستر، وعندي الفي اوت موجودة مثل ما تشوفوها. ذا فيرست بالبداية نحدد التيار لكل انبوت ويتد انبوت سينس ذا انفرتنج ماينس انبوت، هاي شنو الماينس معناها الموجودة عندي؟ معناها الاوب ام ات از زيرو او نسميه فيرتشوال جراوند اند ذا باينري 1 كورسبوند تو بلس 5 فولت، هاي معناها اوكي. زين دائما almost no current goes to the inverting op amp input because of its extremely high impedance. هنا دائما ماكو تيار يذهب الى inverting op amp، ليش؟ لانه دائما يكون هو اعلى ومانع عاليه جدا بالتيار. therefore assume نفرض كل الكرنت اللي يذهب خلال الفيدباك ريزيستر هو RF. خلينا نجي هسه الحل السؤال. بالبداية نحسب التيار لكل مقاومة، نرجع للمقاومات بقى شوفون ايش كم مقاومة عندك، اربعة عندك 200 و 150 و 25، احسب لي التيار لكلهن ايش قد الفولتية. هسه واحد يقول هاي الفولتية معطيك اياها، الفولتية تكون موحدة لكلهن مثل ما قلنا بالشرح. شوف لو ترجع للشرح شو يقول النقطة الثانية بالديز ادفانتج مالته، يقول ذا فولتج ليفل ماست بي اكزاكتلي ذا سيم فور اول انبوت، يعني الفولتية تكون مثابتة لكل انبوت، هذا تعتبر ديز ادفانتج ايضا. فشوف الفولتيه راح تدخل على المقاومات كلهم تكون 5 فولت، فهنا راح نقسم كلنا على 5، ف 5 العفو على 5 طبعا 5 فولت تقسيم 200 التيار 0 طلع على 25 ملي امبير، 5 على 100 5%، 5 على 50 1 بالعشرة، والتيار الاخير 5 على 25 0.2 ملي امبير. زين نحسب الفي اوت، شلون حسبنا الفي اوت؟ من جتنا على 10 كيلو اوم، اجتنا من خلال الاوب ام، هاي الاوب ام هاي فيد عفوا هاي فيدباك، دائما الفيدباك نعطيه علامه سالب، كل فيدباك هو علامه سالب لانه راجع. فانا عندك الار اف ايش قد قيمته 10، وحسبت التيار نضربها بالتيار نحصل على الفي اوت لكل واحده من هذين. تعال الفي اوت اوف دي 0 الاول برانش 10 كيلو اوم في ماينس 25 بالالف ملي امبير، راح نحصل على ماينس 25 فولت. في اوت اوف دي 1 5 طبعا هنا الار اف ثابت لكلهم 10 كيلو اوم في ماينس 5% ملي امبير. في اوت اوف دي 2 نفس الحاله في يطلع على ماينس 1 فولت ماينس 2 فولت وهكذا. هسه حسبت الفي اوت، الدور نجي حسب السؤال مطيك هنا باينري، ايش قد هنا مطيك الباينري؟ شوف شلون تقرا الباينري، بدك تركز وياه وقرا الباينري شويه يراد له تركيز. اول انبوت مطيك اياه كله زيرو، شلون عرفته زيرو؟ فنرجع نجي كانما عمود، ناخذ عمود عمود اوكي.
يعني هنا راح يكون دي 0 0 0 0 0 يعني اربع اصفار. بعد الانبوت الثاني راح يكون عندي 1 هاي 0 هنا هاي 0 عندك هنا وهنا يكون عندك 0. بعد الانبوت راح يكون عندك 0 1 0 0 بعده 0 0 1 0 وهكذا تمشي هاي كلها. اوكي طبعا هاي الارقام اللي فوق هاي كلوك ما لنا علاقه به 0 1 1 15 هذا كلوك فانت تعتمد على الصعده والنزله كل نازل هو 0 كل صاعد هو الهاي معناه 1 واكيد تعرفوه هذا. اوكي فنجي اول شيء كله راح يكون 0 0 0 فاكيد راح يكون في اوت جيت كله 0 نو ماكو اي تغيير. فشوف ايش قد راح يكون عندك الفي اوت فشوف هنا حسب الفيجر بي راح يكون عندك الكود مطيك اياه كله 0 0 ايش قد راح يكون بروديوس برودوس اوتبوت فولتج قد 0 فولت. ذا نيكست انبوت يعني الانبوت الثاني حيكون 0 0 1 شفناها من الاسفل وتصعد 0 0 1 ايش قد راح يكون اوتبوت راح يكون عندك سالب 25%. وين صار عندك الواحد صار عندي اول واحد باول واحد لو ترجع هنا تعال رجع هنا هذا بدي 0 صار عندي واحد فايش قد قيمه الدي 0 حسب ما حلت الفي اوت مال قيمه دي 0 الفي اوت اوف دي 0 صار 25% فتروح تخليه يعني ها صار واحد والبقيه كلها اصفار واضح لو لا زين نرجع صار ايش قد عندنا بالحل 25%. لو نجي للبعده عندنا 0 0 1 0 يا ابران صار عندي الواحد بي اللي هو ثاني واحد هذا يا شوفوه او ثالث واحد من جهه اليسار او من اليمين ثاني واحد. اوكي ايش قد راح يكون عندك يا هو تفعل دي 1 ايش قد قيمه الدي 1 صار 15 فولت صح لو غلط تجي للكود اللي بعده تفعله اثنين عندك 1 1 صاروا بهاي الحاله ايش راح تسوي تجمع نجمع نقول ناقص 25% زائد ايش قد زائد سالب 5 فولت ويساوي لنا ماينس 75% فولت لان تفعلوا عند اثنين دي 0 ودي 1 اثنين تفعلوا لو ثلاثه تفعلوا اجمعهم وهكذا فوين القى واحد الواحد شيء قابل دي 0 دي 1 واجيب القيمه مالته واخليها كل ما موجود بهذا السؤال جدا بسيط وحلو ما بي اي مشكله والعده مشكله خليه راسلني وانا اكون ممنون منه. فطلاب تعتمد على ذا انك تاخذ عمود عمود يعني من نوع تنزل يعني من الاسفل 0 0 0 0 من الاسفل تصعد يعني من دي 3 وتصعد 0 0 0 1 وتفعل 1 1 مقابل شنو دي 0 احط قيمه دي 0 فولت مالته وهكذا بالنسبه للبقيه. فهنا راح ينتهي الحل. زين هنا نخلي سلايد شوف هنا 0 0 دور 0 0 1 ترتبهن يعني هذين من جبناهن جبناها من السؤال ذن منطوق مال السؤال مطيني اياها بالرسم رسمتهن مثل ما هن وهاي من جبتها جبت القيم يعني كل قيمه شو تقابل مثلا 0 0 طلع 0 0 0 1 ايش قد قيمته قيمته صار 25 خليته البعد شيء قابله هكذا راح اشوف تصعد تصاعدي هذا الفي اوت هاي العلاقه وهاي طريقه الباينري ويت ريزيستر ديجيتال تو انالوج كونفرتر طريقه جدا بسيطه وسهله. الطريقة الأخرى هي الـ R2R Leader Digital to Analog Converter هنا راح نتوقف طلاب لأنه أريدكم تضبطون طريقة ذيتها وإن شاء الله نكمل على المحاضرة القادمة الطريقة الثانية وطلاب أكو توجيه أوجهكم به قبل أنهي المحاضرة. أكو طلاب هو يسألون أنه أستاذ مادة طويلة وهذا طلاب أنا إن شاء الله أخذ المادة حسب الجدول وإن شاء الله نخصص يوم من الأيام محاضرة تفاعلية نازل الصباح على المساء حتى ما يكون لود على المنصة ونتناقش بكل الامور اللي تخص المحاضرات السابقه وكذلك من تقليل الماده او محذف مواضيع مو غير مهمه وركز على المواضيع المهمه. واتمنى من عندكم ان تسجلون مسوده بها مجموعه اسئله وملاحظات تحضروا لي اياها ان شاء الله نحدد اليوم المحاضره التفاعليه. طبعا المحاضره التفاعليه اعلمكم فيها قبل لا افكر بها ان شاء الله يعني قبل لا انه ابدا بيها ونخصص لنا العفو اسبوع يعني فارغين انتم ما عندكم شيء ان شاء الله بيها وانا اكون متفرغ حتى لو ناخذ وقت ساعه ساعه ونص بالمحاضره التفاعليه ماكو مشكله نتفق على الماده نتفق على كل الاشياء تخص الماده وان شاء الله انا وياكم وعون لكم. اوكي فلا تخافوا من الماده حلوه وبسيطه وسهله وانا وياكم ان شاء الله حتى نحقق هدفنا وتعبرون ان شاء الله
وتعدى هاي السنة على خير. وأشكركم وأسف على الإطالة، وأعتذر من عندكم إذا كان أطالة بالكلام. شكرا جزيلا لكم.